يمكن أول حاجة بتخطر في بالك أول ما بتسمع كلمة موميا إنها جسد ملفوف بكتان بشكل يرعب ومكانه في متحف بعيد، لكن الحقيقة إن المومياوات مش مجرد حاجة اتحفظت من الزمن، دول بشر كانوا بيتكلموا، بيحبوا، بيخافوا، وكمان كانوا بيكتبوا. في مصر القديمة الموت ما كانش نهاية، الموت كان بداية الجزء الثاني من القصة، إحنا بس اللي افتكرنا إن موتهم هو النهاية، بس هما كتبوا كل كلمة، كتبوا على الجدران وعلى البرديات، حتى على التوابيت نفسها، مش علشان بس يخلدوا أسمائهم، لكن عشان يسيبوا وراهم يوميات عن اخر لحظه عاشوها. العلماء بيقولوا ان احنا دلوقتي في اعظم فتره عشان نعرف تاريخ المصري القديم، لان ترجمه النصوص دي بقت اوضح. كل ما بنفتح مقبره جديده مش بس بنلاقي جثث، بنلاقي رسائل مكتوبه من اكتر من 3000 سنه تحكي لنا انا مين وليه موت وايه اللي خايف منه وايه اللي مستنيه بعد الموت. وده اللي هنعمله النهارده، مش هنسمع من العلماء ولا الكتب الحديثه، هنسمع من اقدم مصدر في الدنيا، من صاحب الجسد اللي لسه ملفوف قدامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بيك في فيديو جديد على قناة المخفي. الملك رمسيس الثالث هو آخر الملوك العظام في الدولة الحديثة، الراجل اللي واجه جثث البحر ودافع عن مصر لآخر نفس، بس رغم كل ده نهايته ما كانتش في الحرب، نهايته كانت جوه بيته، جوه القصر. سنة 1155 قبل الميلاد الليلة الأخيرة للملك كانت بداية مؤامرة كبيرة، مش بس على الملك لكن على مصر كلها. أول وثيقة اتكلمت عن الجريمة كانت بردية اسمها بردية المؤامرة، وثيقة حقيقية اكتشفت في دير المدينة، مكتوب فيها تفاصيل خطة كاملة لقتل الملك من جوه البيت. القتل مش غريب ولا من بره، ده من أقرب الناس للملك، زوجته. مين كان يصدق إن الفرعون العظيم ده اللي الناس كانت بتسجد له اتغدر بيه في بيته على إيد زوجته التانية علشان تمكن ابنها من العرش؟ الوثيقة بقى بتقول إيه؟ اتحركت عصابة كاملة من داخل القصر، كهنة وموظفين وحراس وحتى ناس من أهل البيت الملكي، كلهم شاركوا في محاولة قتل الملك ونجحوا. والطب الشرعي الحديث كشف المفاجأة اللي ما كانتش واضحة قبل كده، رمسيس الثالث مات مدبوح. مش بس تسمم، جرح قطعي في الرقبه، وده واضح جدا تحت الموميا، جرح طوله حوالي 4 سم وعمقه بيوصل للعمود الفقري، مفيش فرصه للمساعده، مفيش فرصه لانقاذه. في مقبرته تلاقى نص غريب جنب راسه: ايها المتحدي للظلام احفظ الجسد واحمي الروح من الفناء. كان اللي كتب النص ده عارف ان الملك مات غد، وعارف ان دي جريمه مش وفاه طبيعيه، هو قالها قبل كده: لن يسقط فرعون الا ان خانته يد من داخل القصر. يمكن يكون ده اكتر كلام ملكي دقيق في التاريخ، لكن لسه في سؤال اكبر: هل اتكتب اخر يومه بايده، ولا اللي كتب كان اللي نساه واللي خافوا على سره من الضياع؟ لو رمسيس الثالث مات مدبوح، كان تيتي ماتت ملكة، لكن ما اتدفنتش كملكة بس، الدفن الملكي مش مجرد تكريم، ده رسالة. ونفرتيتي كانت واحدة من أكتر ستات مصر قوة وجمال وذكاء، مقبرة نفرتيتي مش مجرد لوحة، دي كتاب كامل مكتوب على الحيطة، كل يوم كانت الصورة والرموز بتتحول من مجرد رسومات لصفحة من مذكرات، ومش أي مذكرات، دي كانت مذكرات بعد الموت. طب إيه هو اللي اتكتب لنفرتيتي قبل وفاتها؟ أقدم نص جنائزي كان مكتوب لملكة مصرية كان موجود في مقبرتها في وادي الملكات، مكتوب فيها بصيغة مباشرة: أيها إلهي الغد خذني بعيدا عن المرض واترك وجهي لا يسكن في عين زوج الملك، أريد أن أعود كما عدت في أرض الروح شابة لا تعرف الدود طريق. أيوة النفس الأخيرة كانت مكتوبة، كأنها كانت بتسجل يومياتها قبل الموت، وبطلب مش من البشر، لأ من الآلهة. أما بقى المفاجأة اللي العلماء اكتشفوها هي إن مقبرة نفرتيتي كانت واحدة من أكتر المقابر اللي اكتشفوها سليمة، بس مفيش موميا، الجسد نفسه اختفى من المقبرة، اتسرق ولا اتنقل، محدش عارف لحد النهاردة. لكن في حتة تانية في المقبرة لقوا بردية صغيرة كده بس مش مكتوب عليها اسمها، مكتوب فيها جملة مرعبة جدا: إن لم يعد الجسد إلى مكانه فتبقى الروح إلى نوم. ده اللي خلى علماء كتير بيؤمنوا ان روح نفرتيتي مش في سلام، وان رحلتها بعد الموت لسه مستمره. تخيل بقى واحده ملكه كده عايشه بين ذهب واحجار كريمه وزهر، وفجاه تلاقي روحها متشعلقه بسبب ان جسدها مش موجود. قبل بقى ما نسيب نفرتيتي، النصوص اللي اتكتبت ليها كانت مليانه خوف، مش كبرياء ولا بتتكلم عن التاج بتاعها، بتتكلم عن املها انها تفضل جميله بعد الموت. وده بقى بيورينا جزء تاني، ان المومياوات مش مجرد تحنيط، دي ذكريات للي خايفين من الفناء. كتير سمعنا عن اسم كتاب الموتى، بس قليل اللي يعرف هو عباره عن ايه فعلا، هو مش روايه ولا نصوص سحريه بالمعنى البسيط، هو كان بالظبط كتاب التعليمات اللي بياخده الميت ليه وهو رايح للعالم الآخر. أول خطوة بعد الموت اسمها بوابة الدهشة، أول ما الروح بتسيب الجسد بتعدي من بوابة مظلمة، الباب ده كان اسمه بوابة الوعي، لأن الميت بيبتدي يدرك إن هو خرج من العالم اللي كان عايش فيه. في البردية كان في فقرة مشهورة بتقول: ها أنا ذا خرجت من النهار إلى الليل، لكني أطلب الإذن لأعود للنور من جديد. إيه يا معلم الكلام الكبير ده؟ لسه ده جاي أتقل.
اصبر بس، اصبر على رزق. المرحله اللي بعد كده اسمها 7 ابواب وسبع اختبارات. الروح ما كانتش بتروح كده وخلاص، كان في طريق طويل بيسموه دروب الدهاليز. كل باب ليه حارس، كل حارس بيسال سؤال، ولو الروح مش عارفه ترد بتكون النهايه. بعد كده بقى محكمه اوزوريس، وده اليوم الاخير للروح. بعد ما الروح بتعدي ال7 بوابات بيوصل الميت لقاعه المحاكمه الكبرى. جوه القاعه بيكون في 42 قاضي سماوي، مش لونه سماوي، لا سماوي من السماء يعني. اهمهم كان اوزوريس، اله البعث والحياه بعد الموت. وعن طريق الاله انوبيس القلب بيتوزن في كفه، وفي الناحيه الثانيه حاجه اسمها ريشه معت، لو القلب اتقل بتلتهمه عميميت او عميم او عمموت. كل دي كانت مسميات ليه. مخلوق غريب كده بوش تمساح وجسم اسد مع فرس النهر، حاجه كده حاجه غريبه مش مفهومه، واسمه اغرب، وكويس ان انا عرفت انطقه. لو الروح بقى نجحت وتاكدوا ان الميت كان عادل واخلاقه كويسه، الروح بتدخل حاجه اسمها حقل او زهره البردي، وكانوا بيسموها الجنه المصريه. المكان ده كله انهار هاديه وشقول خضراء وحياه ابديه بدون تعب. كانوا متخيلين ان الجنه عباره عن نسيم نيل ازرق واكل من غير تعب وهدوء بعيد عن ضوضاء الحياه. المصريين كانوا مؤمنين ان الجسد هو البوابه اللي بتقدر ترجع الروح، لو الجسد اتحلل الروح بتضيع. عشان كده بقى التحنيط كان اضخم عمليه حمايه هويه اتعملت في التاريخ، وده بقى اللي بيخلينا نفهم ليه كان في برديات وتعاويذ مدفونه مع الموتى، كلها ادوات عبور للعالم الاخر. الناس زمان كانوا فاكرين ان التحنيط مجرد لف جثث في كتان، لكن لو تعرف ان المصريين قدروا يحفظوا جسم الانسان لاكتر من 3000 سنه، تعرف ان الموضوع ما كانش كده وخلاص، ده كان علم كامل وتقنيه معجزيه. علم التحنيط عند الفراعنه مش مجرد فكره، ده كان واحد من اعقد العلوم القديمه في التاريخ. اول سؤال مهم، هم ليه كانوا بيحنطوا اصلا؟ الفراعنه كانوا مؤمنين ان الجسد لازم يفضل سليم عشان الروح ترجع له مره ثانيه. الجسم بالنسبه لهم هو مفتاح الحياه الابديه، كل ما الملك يكون اهم كل ما التحنيط يكون ادق. عشان كده بنلاقي جثث زي بتاعت رمسيس الثاني او توت عنخ امون لسه بحاله ممتازه. شايفك بقى طبعا اللي قاعد انت دلوقتي مركز وعمال بتفكر وعايز تعرف ايه هي مراحل التحنيط. انا مش هخليك تحتار كتير يا صديقي وهقول لك على طول. اول حاجه هي غسل الجسد بماء النيل المقدس. طبعا زمان كان النيل بالنسبه لهم مقدس، دلوقتي انت عارف النيل بيحصل فيه ايه. كانوا بيعتقدوا ان ميه النيل هي رمز للحياه والطهاره. تاني حاجه هو استخراج المخ من القمر باستخدام سناره رفيعه كده، كانوا بيسحبوا المخ عن طريق فتحه صغيره من المناخير. ليه بقى؟ لانه بيتحلل بسرعه وبيفسد الجسد. تالت حاجه وهي فتح البطن بخط طولي وسحب الاحشاء. القلب هو العضو الوحيد اللي بيفضل موجود في الجسد، كانوا شايفين ان هو مركز الروح والوعي. رابع حاجه بقى وهي غمر الجسد في النطرون لمده 40 يوم. النطرون ده ملح طبيعي بيجفف الجسم تماما وبيمنع تحلله، زي ثلاجه بشريه كده بس بدون تكنولوجيا. خامس حاجه بقى وهي المرحله الاخيره، بيلفوا الجسم بكتان ناعم. كانوا بيحطوا بقى جوه كل طبقه تعويذات وخرز وتمائم حمايه كانها حزمة امان ضد الشرور، بمفهومنا يعني بيحطوا باسورد على الجسم عشان ما خدتش شيء كده يعني. العلم الحديث وقف مذهول، ازاي الجثث دي لسه بحالتها؟ اتعمل تحليل على جثه رمسيس الثاني، لقوا ان بشرته واتجاه الشعر وحتى الاظافر بتاعته لسه محتفظين بتركيبهم الاصلي تقريبا. الغريب ان لحد النهارده مفيش حد قدر يعيد نفس النتيجه بنسبه 100%. فاكر يا صديقي لما كنا بنسال نفسنا هل المصريين القدماء كانوا سحره ولا عباقره؟ طب ايه رايك بقى ان انا هقول لك على حاجه مهمه. في ناس شايفه ان الفراعنه او المصريين القدماء ورثوا علم التحنيط ده بحضارة أقدم منهم، حضارة بقى اندثرت أو اختفت، ممكن تكون هي نفسها جت من بره الأرض. الدليل الأول على الكلام ده هو أدوات التحنيط نفسها. علماء الآثار لقوا في بعض المقابر أدوات معدنية دقيقة جدا مش مناسبة لتقنيات العصر ده، وفي ناس قالت إن كانت معمولة من نوع معدن مش معروف مصدره، كأنه نزل من السماء. الموضوع مش مجرد إبرة وخيط، ده في أدوات جراحة بتنافس اللي كان موجود في القرون الوسطى. الدليل التاني هي المواد الغريبة، إزاي مواد التحنيط جت من مناطق بعيدة زي لبنان والصحراء الليبية وحتى الهند؟ مين كان بيجيبها؟ التجار؟ ولا في شبكات آدم بتربط عالم الحضارات القديم؟ ولا كانوا بيطلبوها من أمازون؟ في فرضية بتقول إن المصريين كانوا متصلين بثقافة تانية متقدمة اسمها ضاع مع الزمن، وفي اللي صدق إن أوزوريس نفسه مش بس إله، ده كان ملك من قبل زمن التاريخ البشري. الدليل التالت هو الحمض النووي للمومياوات، في وقت قريب اتعمل تحليل جيني لبعض المومياوات، والصدمة بقى، لقوا إن بعضهم عندهم أصول مش بس أفريقية، أصول كوكازية وأوروبية. ده بيزود اسئله اكتر ما بيجاوب. مين كان
بيحكم فعلا، وآلاف من اللي اتدفنوا هل كانوا مصريين بس ولا جايين من حضارات تانية؟ ناس كتير طبعا بتضحك أول ما بتسمع كلمة فضائيين، بس لما تشوف رسومات غريبة في المقابر، أجسام نازلة من فوق وأدوات مش مفهومة، تبدأ تسأل بقى هل فعلا المصريين كانوا لوحدهم؟ كان في معرفة اتنقلت قبل الطوفان العظيم أو من عصر جليدي خلف حضارة منسية. كلنا طبعا زرنا المتحف المصري أو شفناه في الصور، سواء القديم أو الكبير، قاعات كبيرة، تماثيل مهيبة، توابيت فرعونية مدهشة. لكن لو قلت لك إن في أكتر من 70% من آثار مصر مش معروضة قدام الجمهور، هي موجودة لكن مدفونة جوه مخازن سرية ما بيدخلهاش غير العلماء او الناس اللي معاهم تصريح خاص جدا. ايه اللي بيحصل بقى في المخازن دي وايه اللي بيتسبب؟ مخازن في المتحف المصري زي ما قلنا سواء الكبير او القديم بتسمى بغرف العزل والتحليل، وهنا بقى بتحصل حاجات علميه ولا تحقيقيه ولا فيها حاجات المفروض ان الشعب ما يعرفهاش. اول حاجه هي لغز القطع المرفوضه، في اثار اتقال عليها غير صالحه للعرض، يعني ما تفتش وراها بعد اذنك، مش لانها مكسوره لكن لانها مريبه، تماثيل مش مفهومه الشكل، توابيت فيها رموز ما عرفوش يفكوها، جمجمه بشريه بإطار غريب كانها مش لجنس معروف. وفي صحفي زمان اتكلم وقال ان في قناع بيشبه الزواحف اكتر من البشر واختفى من السرداب بعد الجرد. طب ليه بيخفوا الحاجات دي؟ السبب الرسمي هو خوف من تفسير خاطئ او تأثير على الوعي العام، أما التفسير الحقيقي ممكن إن هو بيكون بيكسر القصة الحقيقية عن الحضارة الفرعونية. تخيل لو لقى حاجة بتثبت إن المصريين القدماء ما كانتش الحضارة الأولى، لا ده إحنا كده بقى إيه، نروح في داهية في كوبا، أو إنهم اتعاملوا مع كائنات تانية أو مخلوقات غير بشرية. ليه ما بتقول شوية أدلة يعني؟ طبعًا ده كفيل إن هو يقلب التاريخ رأسًا على عقب، ونبدأ بقى ندرس من أول وجديد، نبدأ بقى من أول تانية تالتة ابتدائي ولحد ما نخش الجامعه، وشغلانه طويله سعادتك، فليه نفتش في الكلام دي؟ دي بقى حكايه القطعه الغريبه اللي توقفت عن الزهور. في تمثال صغير بيقول ان هو بيشبه كائن ليه راس بيضاويه وعينين كبار، ده اتسحب من العرض. قطعه حجريه منقوش عليها حاجات لنجوم ومجرات مش مكتشفه الا حديثا، جمجمه لطفل لكن شكل الجمجمه مش بشري خالص. وطبعا في حاجات تانيه كتير، كل دي قطعه موجوده في التقارير بس مش موجوده في القاعات. احنا كده اتكلمنا عن المومياوات والاسرار التحنيط وحتى المخازن، بس دلوقتي احنا واقفين قدام الغاز مش بس اثريه، دي الغاز بتكسر قوانين الزمن نفسه. اول حاجه هو الخنجر السماوي، واللي بيتقال عليه ان هو سلاح من نيزك. في مقبره توت عنخ امون لقوا خنجر صغير كده، اتفاجئ العلماء لما لقوا ان المعدن اللي معمول منه مش من الارض اصلا، ايوه حرفيا حديد سماوي اتكون من نيزك وقع من الاف السنين. ده بقى بيفتح الباب لفرضيه، هل المصريين القدماء عرفوا الفلزات السماويه من حضاره سابقه، ولا كانوا بيجهزوا نفسهم لرحلة بعد الموت بمعدن من خارج العالم؟ حاجة تانية وهي تمائم وأحجار مكتوب عليها لغة غير مفهومة، أكتر من 17 تميمة صدرت من سوق آثار وتقال إنها اتسرقت من مقبرة قديمة، الرموز اللي عليها مش هيروغليفي ولا فينيقي ولا سومري، كأنها لغة مش من أرض البشر. واحد من كبار الباحثين قال حرفيا لو دي لغة بشرية يبقى لسه مش مكتشفة، وإن ما كانتش يبقى إحنا لسه بنلاقي رسايل من حد ما كناش فاهمينه. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه بعد كل ده، هل تاريخ البشرية هو اللي حكي على قد ما نفهم، ولا في تاريخ كامل اتشال من الوعي العام لاننا مش جاهزين نواجهه؟ على مدار بقى رحلتنا دي شفنا قد ايه ان التاريخ مش مجرد تواريخ. حلو التاريخ مجرد تواريخ، عجبتني، ومش مجرد احداث مكتوبة في كتب المدارس. التاريخ ده روح، روح بتتنفس في جدران المقابر، في برديات، في تماثيل مطفية عن دار الزمن، وفي خطوط محفورة على حجر محدش عارف يقراها لحد النهاردة. كل سؤال فتح باب، والباب اللي وراه اكتر غموض. المومياوات اللي كنا فاكرينها جثث صمتة لانها بتتكلم، مبروك مفيش اسم مكتوب على مقبرة ولا برضية مبتور منها سطر الا وراها حكاية اكبر من اللي اتقال. والخوف ان اللي اتدفن معاهم مش بس اجسامهم، الفراعنة ما كانوش مجرد حضارة، دول كانوا مراية، مراية لمدى قدرة الانسان انه يفكر ابعد من عصر، ابعد من موت. في وادي الملوك لسه في مقابر ما اتفتحتش، ناس بتقول ان جواها كتب عن الحياة مش عن الموت، اسرار عن الروح، عن الزمن، عن مستقبل العالم، ويمكن عننا احنا جايين منين. بس السؤال بقى، واحنا مستعدين نفتح اخر باب ونتقبل اللي وراه؟ احب اقولك يا صديقي ان انت لو مش مشترك في القناة، مش مفعل زر الجرس، خدلكش بصة في المصادر، هيفوتك حاجات كتير. ما تنساش ابدا المقولة اللي بتقول ورا كل قصة فرعونية لسه في حاجة مستخبية. السلام عليكم.